السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الفيديو الجديد، ودائما مع مستجدات القبضة الحديدية بين الناخب الوطني جمال بلماضي ووليد صادي. البارحة الجميع قرأ البيان الذي قدمته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر موقعها الرسمي، والذي تؤكد فيه بصفة رسمية فك الارتباط بين الناخب الوطني جمال بلماضي والاتحادية الجزائرية لكرة القدم. وأكدت الاتحادية أن الناخب الوطني جمال بلماضي رحل إلى قطر دون أن يقوم باجتماع كان مقرر يوم الأحد الفارط من أجل دراسة مستقبل الناخب الوطني الجزائري وكيفية فك الارتباط بطريقة ودية. إذن الكرة الآن تبقى عند الناخب الوطني جمال بلماضي. هل سيوافق جمال بلماضي على الطريقة التي سيتم فسخ عقده مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أم أنه سيلجأ إلى الفيفا من أجل المطالبة بكامل حقوقه؟ الأيام القادمة هي التي ستكشف لنا ماذا سيحدث بين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وجمال بلماضي. إذن بعد طي قصة جمال بلماضي مع المنتخب الوطني الجزائري، الآن سوف نتحدث عن من سيخلف الناخب الوطني جمال بلماضي، وماذا سيقدم وليد صادي من عروض للمدرب الذي سيكون مناسب للناخب الوطني الجزائري. حاليا لم تبقى هنالك خيارات كثيرة للمنتخب الوطني الجزائري من أجل التعاقد مع مدرب يكون ذو مستوى عالي وكفاءة يمكنه تقديم الإضافة للمنتخب الجزائري. فلو نتحدث الآن عن هارفي رونار، هارفي رونار غير متحمس لتدريب المنتخب الوطني الجزائري، وهذا واضح خاصة من التغريدة التي قام بها في حسابه منذ أيام قليلة، وهو يريد مواصلة تجربته مع الاتحادية الفرنسية والمنتخب النسوي الذي سيلعب أولمبياد 2024 في باريس. أما البوسني وحيد حليلوزيتش فهو غير متحمس أو غير مستعد لتدريب المنتخب الوطني الجزائري، ولا يريد العودة للعارضة الفنية للجزائر، وهذا الأمر واضح. وهنالك أحاديث تتحدث على أن الناخب البوسني من المرجح أن يتولى تدريب منتخب تونس في الأيام القليلة القادمة، سيتم الإعلان على ذلك. إذن خيار كل من هيرفي رونار ووحيد حليلوزيتش أصبح الآن غير موجود. الخيارات القليلة التي بقيت للمنتخب الوطني الجزائري خيارات قليلة. يمكن القول أن المدرب جوليان لوبيتيغي هو الذي هو حاليا حر، كذلك كارلوس كيروش البرتغالي، إضافة إلى المدربين المحليين مجيد بوغرا وكذلك عبد الحق بن شيخة. هذه هي الأسماء التي هي حاليا متاحة للمنتخب الوطني الجزائري من أجل قيادته. ولكن إذا أردنا الميزان بين هذه الأسماء، فنذهب أولا إلى المدرب الإسباني لوبوتيغي. سيرة المدرب الإسباني لوبوتيغي هي سيرة جميلة، حيث أنه درب المنتخب الإسباني وأين حقق معه نتائج باهرة، إلا أنه لم يواصل معه بعد أن قام بعقد مع ريال مدريد أثناء تدريبه للمنتخب الإسباني. هذا ما جعل الاتحاد الإسباني يفسخ العقد معه قبل انطلاق المنافسة القارية. لوبيتيغي لديه هذه السيرة، ولكن الكرة الإفريقية الجميع يعلم أنها صعبة وصعبة جدا، ولكن يمكن للوبيتيغي أن يحقق نتائج إيجابية في حال تم إعطاؤه أهداف، وكذلك تكون أرضية ممتازة من أجل العمل في هدوء ودون ضغوطات من الإعلام الجزائري الذي يريد تحقيق المعجزات، وهو يعلم أن المنتخب الوطني الجزائري لن يصل إلى ذلك الحد. كذلك كارلوس كيروش من الأسماء الباقية التي يمكن أن يتفاوض معها وليد صادي، ولكن سيرة كارلوس كيروش ليست بالسيرة القوية، خاصة ما حدث له في آخر تدريب له للمنتخب القطري، أين تم فسخ عقده مع المنتخب القطري. إذن كفت كارلوس كيروش ليست بالقوية. أما إذا ذهبنا إلى محليا، فإن عبد الحق بن شيخة لا يلقى الإجماع في الأوساط الجماهير الجزائرية، ودائما يذكرنا بالنتيجة الكارثية التي انهزم فيها في مراكش 4-0 أمام المنتخب المغربي. لهذا فسيرته الذاتية غير مقبولة في أوساط الجماهير الرياضية في الجزائر، ولا أعتقد أنه سيكون من الحلول التي سيتصل بها وليد صادي.
أما مجيد بوقرة فحبوب لدى الجماهير الجزائرية، خاصة بعد تحقيقه لكأس العرب في قطر 2021، وكذلك وصوله إلى نهائي كأس إفريقيا للمحليين وانهزامه أمام السنغال بضربات الترجيح، وتتذكرون ما حدث في ضربة أيمن محيوس. إذن يمكن القول أن مجيد بوقرة له كذلك وزن في هذه الأسماء. إذن هذه هي خلاصة الأسماء التي يمكنها أن تتولى تدريب المنتخب الوطني الجزائري. ما عدا هذه الأسماء، كل الأسماء التي ستأتي إذا تعاقد معها ولتصادف هي أسماء مغمورة، لأنك لن تجد اسم أكبر من هؤلاء حاليا متواجد ومتاح من أجل تدريب المنتخب الوطني الجزائري، لأن الأسماء الأخرى ستكون مغمورة ولن يحقق المنتخب الوطني أي شيء مع الأسماء المغمورة. هذه الحوصلة التي أردت أن أقدمها لكم في هذا الفيديو عن ما حدث بين وليد صادي وجمال بلماضي، وتقريبا إعلان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن فسخ التعاقد مع الناخب الجزائري، ولم توضح كيف سيتم فسخ العقد، فقط أكدت على أنها ستقوم بالتعاقد مع مدرب في الأيام القليلة القادمة لقيادة العارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري بطاقمه الكلي، ولكن لم تتحدث عن تفاصيل العقد وفسخ العقد مع جمال بلماضي. كذلك بلماضي لم يقم بأي تصريح ولم يقدم أي شيء، هل هو يريد المواصلة مع المنتخب الوطني الجزائري أم أنه رحل دون رجعة ولن يطالب بمستحقاته المالية؟ كل هذه الأمور تبقى غامضة. أما الأسماء التي تذكرناها وهي المتاحة لي حاليا في الجزائر، حاليا للمنتخب الوطني الجزائري كما قلنا هيرفي رونار ووحيد حليلوزيتش ابتعد عن تدريب المنتخب الوطني الجزائري، بقي كارلوس كيروش وجوليان لوبيتيغي الإسباني هم المرشحون في حال جلب اسم أجنبي كبير. أما محليا فبقي فقط عبد الحق بن شيخة ومجيد بوقرة، ولكن الأقرب هو مجيد بوقرة. أنتم كمتابعين للشأن الكروي وللمنتخب الوطني الجزائري، من هو الاسم الذي تفضلونه أن يكون على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري، خاصة وأننا في شهر جوان المقبل سنكون مع تصفيات كأس العالم 2026 وأمام المنافس الأول للمنتخب الوطني الجزائري وهو المنتخب الغيني، وكيف ترون التصفيات المقبلة للجزائر لكأس أمم إفريقيا التي ستقام في المغرب سنة 2025؟ إذن الأمور صعبة، يجب اختيار الناخب الذي يقدم الإضافة وليس الناخب وطني من أجل أن تكون الجزائر عندها مدرب وفقط، لأن الأمور صعبة وصعبة في إدغال إفريقيا، وكلنا شاهدنا البارحة ماذا حدث للمنتخب المغربي الذي كان يرى نفسه أنه مرشح لكسب بطولة كأس أمم إفريقيا، ووليد الركراكي الذي اكتنفه الغرور واعتقد أن كأس إفريقيا سهلة خرج من أمام جنوب إفريقيا، ولو نعود إلى لاعبي جنوب إفريقيا فكلهم يلعبون في نادي ماملودي سان داونز، وكذلك نادي في جنوب إفريقيا وهو أورلاندو بيراتس، إضافة إلى الأهلي المصري ولاعب آخر محترف في أوروبا، بمعنى أن المنتخب الجنوب إفريقي ليس بذلك المنتخب العملاق، ولكن الأسماء التي صنعت الفارق هي أسماء التي تنشط في القارة الإفريقية. الأمور صعبة وصعبة جدا، وليتصدي أمام اختبار حقيقي لاختيار المدرب المناسب للمنتخب الوطني الجزائري، لأنه هو من تقدم بفسخ عقد جمال بلماضي، وهو من يتحمل مسؤولية النتائج في الأشهر والأيام القليلة القادمة، خاصة وأنه لدينا تصفيات قوية وقوية جدا وهي تصفيات كأس العالم. الجميع يعتقد أنها تصفيات سهلة، ولكن التصفيات صعبة وصعبة جدا، خاصة وأنه بقي لنا عامين من هذه التصفيات، بمعنى سنلعب مباراتين في 2024 وستبقى لنا 6 مباريات في 2025، وهنا صعوبة هذه التصفيات. هذا ما أردت أن أقدمه لكم في هذا الفيديو عن آخر مستجدات المنتخب الوطني الجزائري. قبل أن أختم الفيديو إخواني، إذا لم تكن مشترك في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. إلى اللقاء.